احنا بالعراق عندنا 84 قناة فضائية زين مسجلة بهيئة الاتصالات، هاي الاحصائية بال15 يمكن تطورت، 45 منهن دينية اسلامية، عندنا 141 إذاعة محلية وعندنا 16 جريدة يومية واكثر من 42,000 موقع تواصل. شلون اشتغلوا هم هسه حتى بداخل العراق؟ انا ذاك اليوم موقع قرأت الاخبار مالته كلها ما قال ايران ضربت اسرائيل نهائيا. اول ترى اشتغلوا على قضية اخفاء الخبر، ما يشيرون له زين، مو كل الاخبارات لهم، اشتغلوا على قضية اشتغلوا على قضية تلوين الحدث. شلون تلوين الحدث؟ يطلع مقدم برامج معروف يقول لك يابا ترى هاي المعركة مؤامرة بين الشيعة والإيرانيين لإسقاط الفلسطينيين، ويروج القاعدة الشعبية اللي متأثرين بأفكاره يقتنعون بهاي الفكرة. هاي قضية تلوين الحدث، هي معركة. والمسألة الأخرى قضية أخذ جانب من الحدث والتركيز عليه جعلها كل القضية. احنا نفس سبحان الله نفس الأخطاء اللي صارت باحتلال الموصل بالإعلام صارت عندنا. نحتاج إلى ماذا؟ أول شيء الخطاب مالتنا الإعلامي لازم ما يكون خطاب داخلي. أنا جزء من المعركة، أنا مثار بدون ما تثيرني. الإسرائيليين اشتغلوا على قضية الموروث الديني، احنا لحد الآن ما اشتغلنا على الموروث الديني. يطلع هذا كوهين مش اسمه يقول نحن أمة، أنزل أنا شفته على مواقع التواصل، أنزل علينا التوراة قبل هالقد في جبل طور سيناء، يطلع بنيامين نتنياهو يشير، كل خطابهم عقائدي، كل خطابهم يستند إلى التوراة، يستند إلى عقيدة. الجمهور يثق اكثر، الجمهور ما لا قارئ التوراة ولا هاي، بس يسمعه يقول احنا الخطاب مالتنا سياسي مو خطاب لديني لحد الان، رغم ان المعركه مثل ما اتفقنا انا والاستاذ قبل ما ندخل، ان المعركه الان من يقاتل هو الشيعه يقاتلون، البقيه ما يقاتلون. فاحنا صار الخطاب مالتنا الجبهات الان اللي تقاتل اسرائيل ثلاث جبهات. اكو جبهه فعاله يوميه اللي هي لبنان وفلسطين. وجبهه مؤثره بس مو يوميه اللي هي العراق واليمن، وجبهه من وراء الجبهات كلها اللي هي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. زين انت يفترض بالخطاب الاعلامي تفسخ هذه الجبهات للجمهور، لما طائرات مسيره تجي من العراق وتقصف اماكن في اسرائيل، غير الناس يعرفون هاي الطائرات يعني اللي ضربته الهدف ماذا يشكل في المعركه؟ صالحنا مو صالحنا؟ اذا استاذ هذا خراب بالمناسبه، ولا شفت خريطه باي قناه. انت يدني استاذ هذا ما يدني ما ادري، ماكو قناه عندنا طلعت خريطه وقالت هذه حيفا، هذه تل ابيب، هذه كذا، هذه من ضربنا هنا فلان شيء.